حصيلة 24 ساعة للوضعية الوبائية بالمغرب تطرح أكثر من سؤال بعد بلوغ عدد المتعافين 4827 حالة شفاء، بينما بلغ عدد الحالات المؤكدة ما مجموعه 3996 حالة. وحصد الفيروس خلال 24 ساعة الأخيرة عددا من الحالات بالمملكة استقر في 73 حالة وفاة. ولا تزال جهة الدار البيضاء سطات تتصدر المشهد الوبائي على الصعيد الوطني من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس اللعين. وبلغة الأرقام كذلك، تم رصد 1348 حالة مؤكدة بالجهة المذكورة إلى حدود الساعة 6 من مساء أمسنا الجمعة. 22 حالة وفاة جديدة سجلت بجهة الدار البيضاء سطات خلال الفترة المذكورة، 16 حالة منها بمدينة الدار البيضاء، وحالتان بكل من برشيد والمحمدية، وحالة واحدة بكل من مديونة وسيدي بنور. ما تنساوش تابوناو فلاشي اليوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.